المحاور المهمة دور الإعلام في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال لأهميته بإدارة الدكتور المميز وشريك الاستراتيجي دكتور حسن البحراني. عندك إدارة الجلسة، خلينا نشوف المتحدثين أين هم. خلوني أرحب، مساكم الله بالخير. شكرا دكتورة مروة على إدارة الجلسة والمحور الخاص في التطبيقات العالمية الاستراتيجية للابتكار وريادة الأعمال. أشكر المتحدثين اللي كانوا معك والتوصيات اللي تم تسجيلها في هذا الملتقى اللي يضم العديد من النخب، اللي صراحة أنا أستفيد بالحضور الدائم وحريص على الحضور الدائم، كما أن الدكتورة هنادي شرفتني في إدارة هذه الجلسات، وبالأخص المحور الخاص السابع في دور الإعلام في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال. معكم أخوكم مهندس حسن البحراني. أنا أتمنى أن المتحدثين اللي موجودين في الجلسة معنا، أستاذ ماجد غاروب رئيس مكتب ماجد محمد غاروب للمحاماة والاستشارات القانونية من المملكة العربية السعودية، أيضا أستاذ صادق العماري، أستاذ صادق العماري مدير المركز القطري للصحافة من دولة قطر الشقيقة، أيضا الدكتور حميد السعيدي من رئيس تحرير مجلة إشراق العمانية وهو من سلطنة عمان. أتمنى بالنسبة أن أعتذر إيه نعم منك تفضلي دكتور دكتورة. حسن، تم استبدال دكتور حميد بدكتور جمال بنون. دكتور حميد قدم بالسيشنز اللي قبلها لما حصلت له ظروف معينة فانسحب من هذه السيشن إلى سيشن أخرى. حاليا معانا جمال بنون، وأعتقد الحين دخل معانا دكتور محمد عطيرس، هو من فنبدأ الشير. مع حسب جدولكم المحدث دكتورة، نبدأ مع الدكتور محمد أو دكتور دكتور جمال. تبتدي مع دكتور محمد؟ طيب على ما أتواصل معاهم على الخاص أشوف وين. اي نعم دكتور محمد شرفتنا ويعطيك العافية. المحور الخاص في دور الإعلام، وأنا متأكد أن خبرتكم في هذا المجال راح يعطي الكثير من المعلومات، وأكيد راح أسجل معاك توصياتك لأقدمها كخلاصة لهذه الجلسة اللي راح تاخذنا خلال الدقائق القادمة. تفضل دكتور. الله يعطيكم العافية. طبعا بداية أنا بعرفكم على نفسي، طبعا بشكر دكتورة هنادي والأخوان المنظمين في المؤتمر الافتراضي الخامس لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي، ولكل الأخوان القائمين والمنظمين بشكر حضرتك أيضا على التقدمة. أنا الأستاذ الدكتور محمد عطير، طبعا بحمل دكتوراه في الذكاء الاصطناعي. أنا عميد كلية الخوارزم الجامعية التقنية، يعني من تقريبا اقل، طبعا لدي خبره تدريسيه حوالي 25 سنه، باحث عندي 96 بحث معظمها موجوده في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته من ماشين ليرنينج، وحتى طبقنا في بعض المواضيع المتعلقه في الاعلام والماشين ليرنينج والناتشر لانج بروسيسنج، معالجه اللغات الطبيعيه. ايضا شغلت عده مناصب اداريه كمدير مكتب دولي وعلاقات خارجية ومدير مركز الحاسب في أكثر من جامعة ورئيس للكثير من الأقسام الأكاديمية. أيضا أنا قائد أسسور مقيم معتمد من مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، وقيمت وحكمت في معظم جوائز التميز في دولة الإمارات الشقيقة. أيضا مدرب معتمد من الأكاديمية البريطانية في الفيرتشوال رياليتي والإيكومنتي. أشرفت على 46 رسالة ماجستير ورسالتين دكتوراه. طبعا أنا اليوم في كليتي عندي تخصص، عندي طبعا كل التخصصات أو برامج الدبلوم التقني اللي هي سنتين، وعندي أيضا البكالوريوس اللي هي أيضا في الإذاعة والتلفزيون والإعلام. وبصراحة يعني مؤخرا في بالاهتمام في منظومة أو ما الثورة اللي حصلت في الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن ثورة كبيرة جدا
يمكن انا صار لي 20 او 19 سنه مخلص الدكتوراه، لانه انا اصلا بدرس ايام الماجستير، وكنت انا مهتم في الذكاء الاصطناعي. وبصراحه يعني بسنه 2000 او بعد 2007 2008 يمكن غيرت المنحنى البحثي لي، يعني ابتعدت عن الذكاء الاصطناعي الى ان جاء ما يسمى الديب ليرنينج او التعلم العميق، يعني خلينا نقول من 2012 لل 2016، والثوره مؤخرا اللي صارت طبعا رجعت اكيد ما ابتعدت عن الذكاء الاصطناعي، لان الذكاء الاصطناعي حسيت انه هو علم قاعد بنحصر في جزئيات معينه، لكن مع وجود الديب ليرنينج والذكاء الاصطناعي التوليدي او ما يسمى جنريتيف اي اي، اليوم بنشوف تغلغل تخصصات وتفرعات الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات. إذا تحدثنا عن المجالات الطبية فحدث ولا حرج، في التسويق، في الإعلام، في القانون، في الأمور الإدارية، في الأمور اليدوية، في كثير من الحالات. اليوم عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي دائما وأبدا احنا نصنفه ضمن أكثر سواء الذكاء الاصطناعي التقليدي اللي هو قد يقوم بأعمال شبيهة لأي شخص، ودائما يعني احنا مرات بيكون عندي روبوت مثلا معين بشيل أوراق من مكان لمكان، او فناس كثير بيسألونا شو الذكاء في ذلك، يعني أي طفل يقوم بهذا العمل اللي عمله. الذكاء الاصطناعي يندرج من التفكير كشخص عادي، وطبعا يرتفع بمستوى من العمل كشخص عادي، يرتفع بمستوى أعلى من التفكير كشخص ذكي، ويرتفع بمستوى أعلى من القيام بأعمال كشخص ذكي. يعني لعلي أسرد مثال، مثلا في برنامج اللي هو ديب بلو اللي هو هزم بطل العالم جاري كاسباروف في الشطرنج، كان البرنامج بعطي أوامر لحجارة الشطرنج، ولكن البرنامج ما كان لديه القدرة أنه يشيل حجر من مكان لمكان، فكان على بانل معين ديجيتال بانل يعطي الحركة وشخص آخر يقوم فيها. فبالتالي هذا كان البرنامج يفكر كشخص ذكي أو أكثر من ذكي. الآن وصلنا إحنا مع الجنريتيف اي اي إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، أنه البرنامج أو النظام الذكي يقوم بأعمال لم يتم تدريبه عليها، والابتكار والتوليد من أشياء لم تعطى له ولم يتم تدريبه عليها. إحنا زمان كنا على سبيل المثال نعمل نموذج ذكاء اصطناعي ندربه على مثلا اكتشاف مرض الكوفيد، فنقوم بتدريبه على 10,000 صورة اكس راي مثلا لأشخاص عندهم مرض أو لا، وبعدين نأخذ الأكيوريسي أو دقة التصنيف أنه قديش البرنامج لديه القدرة على تصنيف هاي الحالات، هل أنه هو مصاب بالمرض أو لا، اللهم عافينا جميعا. وكانت النسبة تعطينا مثلاً 98-99%. الذكاء الاصطناعي هون فكرته أنه أنا أعطيته 10,000 صورة، لو أعطيته أي مجموعة من الصور لم تعطى له من قبل يستطيع التعاطي مع هاي الصور. اليوم في الذكاء الاصطناعي التوليدي إحنا انتقلنا إلى مستوى أعلى من ما كان عليه الذكاء الاصطناعي، أنه اليوم الذكاء الاصطناعي يمكن أن يبتكر، يمكن أن يفكر، ويمكن أن يقوم بأعمال لم يتم تدريبه عليها ولا نتوقعها إحنا كمصممين لمثل هاي الأنظمة. طبعاً هذا الآن في الإعلام تم استخدامه بشكل كبير جداً في توليد الأخبار، في يتم استخدامه في جمع الأخبار. اليوم لما أنا ممكن أكون محرر صحفي وأنا عندي أصلاً أيضاً مدرسين، واليوم إحنا نقوم بصراحة بالكلية عندي في إدراج مناهج الذكاء الاصطناعي في معظم المساقات المتخصصة في الإعلام وفي الإذاعة والتلفزيون والصحافة، لأنه فعليا لابد من أن يكون لديهم القدرة على مثل هاي استخدام هاي التطبيقات وحتى المشاركة في تطويرها. اليوم نتحدث عن برامج، يعني اليوم لو أنا مقدم أو معد برامج، وأنا كثير كنت أطلع بقنوات تلفزيونية، تجد أنه مرات أنه المقدم المعد البرنامج أو المذيع على اطلاع عالي، في بعض الأحيان هو يقرأ ولا يفهم الشيء اللي قاعد بيسألني فيه كشخص يتم مقابلته. اليوم مع الذكاء الاصطناعي أنه يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي أن تطلع لك على مئات
او الاف المواقع الالكترونيه، ويحضر لك اهم شيء ممكن انه انت تساله للشخص المقابل. مثلا لو اليوم انا بدي احرر خبر، ممكن اقرا 6 7 مقالات من اماكن مختلفه واحرر خبر. طب الذكاء الاصطناعي يستطيع قراءه الاف الاخبار في الكثير من اللغات المختلفه وصياغه خبر بناء على معلومات اكثر توسعا. ويبقى هون دوري اليوم انا كمحرر اخبار او كصحفي او بغض النظر، دوري في عمليه الايديتنج، في عمليه الفاليديشن، التحقق من صحتها صياغتها، ويكون لي لمسات وايضا القدره على استخدامها. ايضا في الانتاج اليوم الشركات العالميه من خلال الذكاء الاصطناعي تقوم بتوفير ملايين او مئات الملايين من الدولارات. يعني مثل ما بنشوف مرات هاي المسلسلات التاريخيه التركيه، هاي معظمها والافلام الامريكيه بدون ادنى شك معظمها يتم بالذكاء الاصطناعي. يعني يكون الشخص لابس قميص عادي او بدلة عادي وماسك قطعه من الخشب بتحول لسيف، وبكون لابس لباس تاريخي ووراه مناظر تاريخيه او مناظر اثريه. طبعا هذا لو كان شركات الانتاج بدها تعمله راح يكلفها ملايين الدولار. تالي اليوم الذكاء الاصطناعي يقوم بالمساعدة في الإنتاج، في المونتاج، في صياغة الأخبار، في تتبع الأخبار. أيضا في جزئية كثير هامة وطلابنا إحنا في الدراسات العليا، يعني يمكن أنا شرفت على 3 أو 4 طلاب، اللي هي الفيك نيوز ديتكشن، اكتشاف الأخبار الزائفة أو الكاذبة. وهي أيضا يستطيع الذكاء الاصطناعي محاولة مساعدتنا اليوم كجهات بغض النظر عن شو إحنا، يستطيع مساعدتنا فيها واكتشاف هاي الأخبار والمساعدة في محاربتها أو دحضها أو إصدار الأخبار الصحيحة اللي ممكن تسبب مشاكل في العديد من الدول. لذلك اليوم الذكاء الاصطناعي دخل في قوة في مجال الإعلام، وشفنا يمكن في دولة الكويت الله يحفظها، شفنا أول مذيعة تتحدث باللغة العربية وهي روبوت عبارة عن نظام ذكاء اصطناعي أو منظومة ذكاء اصطناعي كاملة. يمكن واحد من الوظائف اللي بقول مهددة اللي هي مقدمين نشرة الأخبار، واليوم شفنا أنظمة ذكاء اصطناعي عبارة عن روبوتات بقرأ الأخبار ويتفاعل حتى تعابير وجهه مع الخبر الحزين، مع الخبر السعيد، مع الخبر الرياضي وهكذا. فاليوم لا نتحدث إحنا عن مستويات عالية من التطبيق على في مستوى الإعلام. وكثير بننسأل السؤال، هل هناك خطر على الوظائف؟ هل هناك خطر على البشرية من تطبيق الذكاء الاصطناعي؟ طبعا الإجابة اليوم خلينا نكون إحنا صريحين مع أنفسنا، هل إنه هناك خطر على الوظائف؟ نعم، في آخر الإحصائيات 62% إلى 65% من الوظائف الحالية لن تكون موجودة بعد 10 سنوات. وأيضا في نفس الدراسات قال لك 34% من الوظائف الحالية رح يتغير طريقة أدائها وطريقة عملها. طيب هل في خوف علي؟ نعم، إذا أنا ما واكبت، ما طورت التكنولوجيا، ما قدرت أتعامل، بغض النظر أنا تخصصي شخص في القانون، في الإعلام، في الإدارة، في المحاسبة، بغض النظر عن تخصصي، لابد من مواكبة التطور التكنولوجي اللي قاعد بصير، في المبادرة في استخدام هاي التقنيات. لأنه اليوم أنا عندي مثلاً إعلامي يجيد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بكل تأكيد هو أفضل بكثير من إعلامي لا يستطيع التعامل مع هاي التقنيات، حتى وإن كان الشخص الآخر ذو خبرة، لأنه بعد 4 أو 5 سنوات بصير هذا outdated وبرسوه. السؤال الآخر اللي هم بيسألوه، هل إنه هناك خوف على البشرية من الذكاء الاصطناعي، خاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، إنه ممكن يخرج عن السيطرة؟ بصراحة ما رأينا الآن من تسارع الشركات لجني الأرباح تجاريا قد يشكل مخاوف لدينا إحنا على صعيد الفردي وعلى صعيد المؤسسات وحتى الدول، إنه الذكاء الاصطناعي يخطئ، الذكاء الاصطناعي قد يتعرض للكذب، قد يتعرض للتحيز، قد يتعرض. لكن فعليا هذا التخوف يا جماعة كان موجود. الإخوان اللي عاصروا معنا ظهور الإنترنت في بداية التسعينيات كانوا يقولوا مين بده يضبط هاي المواقع الإلكترونية، إنه www.whatever.com، مين بده يعملها، مين بده يضبطها؟ لكن فيما بعد ظهرت مؤسسات طبعا غير ربحية نظمت كل أمور الإنترنت وعملت أمن وحماية وسلامة على الإنترنت. نفس الإشي يندرج
على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات عديدة، لكن مثل ما ذكرت أنه يبقى الآن التخوف من تسارع الشركات التجارية في جني أرباح بشكل سريع. يعني قبل ما نتأكد أنه إحنا نماذج الذكاء الاصطناعي وحتى الشات جي بي تي والجوجل بارد وغيرها من أنظمة الدردشة اللي تشتغل بالذكاء الصناعي التوليدي، هم كانوا يعني عندهم أفضل بكثير من ما كان موجود والحالي، لكن الفكرة أنه هم يعظموا أرباحهم ويعظموا القيمة السوقية لمثل هاي الشركات. يمكن أنا حاولت هيك أدمج بشكل سريع يعني بعض الأفكار اللي كانت موجودة عندي. فأنا أي سؤال من طرفكم يعني من طرف الإخوان الموجودين مرحب فيه. شكرا لك بروفيسور على هذا الحديث الهام. أنا طبعا من أهم النقاط اللي أنت أشرت لها، غير أن الاستثمار الإعلامي في الذكاء الاصطناعي، غير أن تأثير الديب ليرنينج وكيف غير منهجية الذكاء الصناعي، ولكن أنا باعتقادي في هذا المحور واحد من أهم النقاط اللي أثرتها دكتور هو أنا أسميها أخلاقيات مهنة الذكاء الصناعي. هو نعم هناك تخوف، ولكن من أهم الأدوار في وسائل الإعلام الحديثة وفي وجود الذكاء الصناعي هو أخلاقيات والحفاظ على القيم. فمن أهم البزنس موديل خلينا نسميهم هي الشركات والمؤسسات الغير ربحية الهادفة على الحفاظ على هذه القيم وأخلاقياتهم. طبعا نؤكد كما أكدنا في المحور السابع في جلساتنا السابقة على دور الإعلام في نمو وتشجيع ريادة الأعمال وتسويق الابتكار لرواد الأعمال والتنسيق فيما بينهم. شكرا لك أستاذنا العزيز الغالي، ولكن أنا أشوف أيضا معنا في هذه الجلسة الأستاذ ماجد قروب من المملكة العربية السعودية. أستاذ ماجد، دكتورة هنادي أنا شايفك ودك تقولين شيء. إيه، ودي أقول كلمة لأن تكلمت من أخلاقيات المهنة. ونشكر أول شيء الدكتور محمد، كانت عنده تزاحم مهام واعتذر عن دخول التراك اللي قبله، فأعطيناه فرصة يدخل في هذا التراك وما قصر، يعني وجز لنا بشيء يعني عن الإعلام مباشرة، يعني ما اعتذر عن الموضوع. بالنسبة لأخلاقيات المهنة اللي تكلمت عنها، ما تسمى بالكود أوف أثيك، هذه مهمة ليس فقط للذكاء الاصطناعي وإنما حتى حق الإنسان، وإنما حق كل مهنة من المهن هناك ما يسمى بالكود أوف أثيك، حتى في الاجتماعات الافتراضية مثل هذا الاجتماع المميز أو المحفل العربي، في شيء ما يسمى بالكود أوف أثيك. كود أوف أثيك يعني نحب إن نبينها، هو الاعتذار أو الانسحاب من أي محاضرة. الكود أوف أثيك إن أنا لابس مرتب، الكود اوف اثيك اكون حاط وراي باك جراوند مرتبه حتى تبين وتحسس الاخرين بحضوري. الكود اوف اثيك ان ما اطلع بمناظر غير لائقه لهذا المكان المحترم والمتحدثين بملابس غير لائقه تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي او تنقل عنا، يعني فما اعرف انا ان الناس، يعني من زاد عليكم بالخلق زاد عليكم في الدين، واعتقد ان كلنا مسلمين وكلنا عندنا يعني اخلاقيات تردعنا ان نفعل هذه الامور، ولكن يعني نجدهم متواجدين في حياتنا هذه الاشكال، ما نقدر احنا نعيد تربيتهم ولا نقدر حتى ننبههم في هذا الامر. انا ما استطيع ان اوجه انتقاد لأي متحدث أقول له أنت البس فورمال ولا البس أن فورمال. حتى المطاعم المحترمة يعني تجبر الإنسان لا تدخل علينا بالمطعم، كل المتواجدين لهم كلاس معين وأنت يعني لابس لنا شورت أو لابس لنا لبس رياضي أو لابس لنا من غير هدوم. يعني فحبيت يعني لما أنت طرحت موضوع الكود أوف أثيك أو عن أخلاقيات المهنة في الذكاء الاصطناعي، خلنا حاليا نبحث عن أخلاق المهنة على الأرض وفي الواقع الافتراضي قبل لا نسأل عن الذكاء الاصطناعي. شكرا شكرا جزيلا. ومعنا ضيوفنا حتى جمال بنون ترى موجود، يبعث لي أنه موجود كذلك. أشكرك ممتاز دكتور حسن. ممتاز، شكرا شكرا لك دكتور. أنتقل معاكم مع متحدثنا اللبق
متحدثنا الجميل استاذ ماجد، استاذ ماجد من المملكة العربية السعودية. انا حاب اوفر عليك الوقت واعطيك المايك، ولك حق ايضا شيرينج سكرين لاي عرض تقديمي حاب انك تقدمه. تفضل دكتور. شكرا دكتور. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء أهني الجميع بقرب حلول موسم الحج، وأيضا عيد الحج عيد الأضحى المبارك، فكل عام والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله تعالى. وحقيقة أشكر الدعوة الكريمة للمشاركة في المؤتمر الافتراضي الخامس لدعم منظومة الابتكار والذكاء الصناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال. وأشكر المنظمين لأنه أنا مع الخبرة تبين لي حقيقة أن تنظيم المؤتمرات الافتراضية أكثر تعقيدا وتحتاج إلى جهود ضخمة جدا لتحضير محاضرة من شخص أو اثنين، فما بالكم بمؤتمر لمدة 3 أيام. فحقيقة كل الشكر والتقدير على النجاح في تنظيم هذا المؤتمر بهذه السلاسة الكبيرة جدا، وكأننا قاعدين فعلا في مكان موجود جدا. وسعيد بعودتي للكويت. أنا قبل أسابيع كنت في الكويت في حضور مباشر، ولكن هذه المرة بحضور افتراضي، فشكرا للتقدير. حقيقة الحديث عن الأخلاقيات، أنا سأبدأ بتسلسل الحوار لأكمل ما بدأه زميلي السابق حقيقة في حديثه وتعليق الدكتورة هنادي لتعميق الفكرة. الكود اوف ايثكس والأخلاقيات والأشياء هذه كلها حقيقة هذه تحتاج كلها ترجمة إلى تشريعات. فإذا تحدثنا بشكل مباشر جدا، هناك قوانين للتحرش، خصوصا فيما تحدثت فيه الدكتورة، قوانين خاصة بالأخلاقيات العامة، بالذوق العام، بأمور من هذا القبيل. وهذه يعني عندنا في الحقيقة تجربة سعودية ناجحة في فرض هذه القوانين، وبالتالي الكل شاهد كيف تمت العملية الانتقالية اللي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وبرعاية ودعم ومتابعة سمو الأمير محمد بن سلمان، عندما صار عندنا انفتاح ثقافي واجتماعي وتمكين المرأة وتوظيفها، وجميع هذه الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية السياحية تمت بكل سلاسة لوجود قوانين وتشريعات رائدة تحمي المجتمع وتؤدي إلى استقرار التعاملات اللي فيها. ولكن عندما نتحدث عن الإعلام وعلاقته بالاقتصاد والابتكار وبكل ما نحن نتحدث عنه، خلينا نقول مثلا هي في حاجة إلى قانون. في المملكة العربية السعودية عندنا نظام الجرائم المعلوماتية، وهو يعني يسعى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهذا اسمه. ولكن إذا ما استقرأنا المادة الثانية من النظام اللي تحدد أنه يهدف النظام إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها، وبما يؤدي إلى 1. المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. وفي موضوع الذكاء الصناعي والتكنولوجيا وجدنا كثير جدا ضرورة وأهمية حماية البيانات والمعلومات الشخصية والأسرار والأفكار والتجارب، وبالتالي هذا كله من خلال لا يمكن تحقيقه من خلال قوانين وتشريعات واضحة المعالم، حتى تستطيع أن تحمي المجتمع والاقتصاد والابتكار وكل ما نسعى إلى حمايته. أيضا حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، حماية المصلحة العامة، الأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني. وبالتالي هذا الهدف الرابع من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المستند إلى الإعلام وإلى الإعلام الحديث، وهو إعلام التواصل الاجتماعي. الكل يرى اليوم كيف نستطيع من خلال هذه التشريعات أن نحمي الاقتصاد الوطني، ونحن هنا في حاجة إلى حماية الاقتصاد الوطني، لأنه أمام رواد أعمال، ابتكارات، شباب صاعد، رواد أعمال. ولذلك الإعلام يحتاج حقيقة إلى نشر ثقافة العمل الاحترافي اليوم. ما عشناه في العالم العربي من ظروف ومناخ عشوائي في كثير من الاجتهاد،
جاء اليوم حقيقة إنه نتحول إلى أن نكون في دول مصاف الصف الأول، محصنين بالتشريعات والقوانين التي تحمينا. ولذلك أنا حقيقة أشكر دعوتي للحديث عن المشاركة في هذا المنتدى، للتأكيد بأنه هناك دور هام جدا للإعلام للدعم والحماية والتشجيع لكل ما هو جديد وقادم في مجتمعاتنا، للإصلاح، للتنمية بشكل جديد يتواءم مع هو موجود اليوم في العالم، من طفرة تقنية مهولة خطيرة غير مسبوقة، وبتغير كبير في موازين القوى العالمية الاقتصادية ما بين الصين، روسيا، أوروبا، أمريكا، الهند، وبالتالي صار في مجموعة السبعة ومجموعة العشرين ومجموعة البريكسيت. كل هذه حقيقة المتغيرات تحتاج أن الإعلام يقوم بدوره الذي يجب أن يكون فيه على الأقل في حد الأدنى من صد الهجمات المعاكسة، وثانيا من ضرورة توعية المجتمع بمعاني قانونية مهمة جدا. اليوم نتحدث عن التنافسية، عن الشفافية، عن النزاهة، عن مكافحة الفساد، عن تعارض المصالح، عن العديد من المصطلحات القانونية التي يجب أن تكون أسلوب حياة يتعايش معه المجتمع، يدركها ويدرك معانيها، لأنه يجب أن نتخطى الواسطة والفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ واستغلال السلطة والتحايل على الأنظمة والقوانين، وضرورة احترامها لتكون هي المحرك والموجه الأساسي لما يجب أن نكون عليه. من المؤسف أن نشاهد المواطن العربي أو من الشرق الأوسط عندما يسافر إلى الغرب يتفاخر باحترامه للقانون والوقوف في الطابور والسير وفق صحيح النظام والقانون، لأن هناك جهات رقابية وتشريعية رادع له، بينما هنا هو نفس الشخص يتفاخر بمخالفة النظام والقانون والقدرة على تخطي التشريعات والقوانين. وهذا لله الحمد احنا اليوم في السعودية وفي معظم الدول العربية والخليجية هناك توجهات بأن هذه الأمور غير مسموح فيها، وبالتالي يجب دعمها من خلال الإعلام بحيث تكون له رسالة إيجابية. إعلامنا حقيقة يجب أن يتوافق ويجب أن يكون داعم وحامي وقادر على نشر هذه الثقافة الجديدة التي نحتاجها في مسيرة حياتنا الحالية ولمستقبل الأجيال، لدعم كل ما نحتاج إلى دعمه. يجب أن تتحول هذه المفردات إلى واقع حقيقي نعيشه، ولن يتم هذا الأمر إلا بإعلام رائد، بإعلام يتحرر من تجاربنا السابقة، إعلام ليس له دعوة بالصخب والمزايدة والمغالطة وإدخال الشعوب والأمم في أنفاق مظلمة، بل عليه أن يأخذ المجتمع الذي ينتمي إليه إلى آفاق كلها تفاؤل وكلها إيجابية واحترافية، وهذا ما نحتاجه في مجتمعاتنا. ولعل يعني بمصادفة أنه المتحدث الذي يتحدث بعدي أخ وصديق عزيز لأكثر من 30 سنة، الأخ جمال بنون، فيعني الاستماع إلى برنامجه الأسبوعي عن ميكس بزنس قد يكون جرعة كافية للمجتمع الأعمال للاستماع إلى مفردات جميلة وإلى مداخلات رائعة. وأعتبر أنه حقيقة إن أردت أن أعطي نموذج فهذا أحد النماذج، ولا أريد أن أروج لبعض البرامج أو بعض القنوات العربية حقيقة الرائدة التي تقدم محتوى حقيقي يستفيد منه الإعلام، وليس إعلام للدعاية والإعلان والإعلان المدفوع، بل هو الإعلان صاحب المحتوى، والبعد عن المشاهير والمؤثرين والكلام الفاضي حقيقة هذا اللي سحب المجتمع والشباب إلى 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 مكان لا نريد أن نرى فيه شبابنا، وأن يخدعوا بتجارب حقيقة ليست حقيقية في معظمها،
وأن يعتبروا أن الحياة جد واجتهاد ونجاح لمن يجتهد، لمن يجتهد ويعمل بجد وصبر واحتمال، لأنه هذا هو رواد الأعمال وهذا هو الابتكار، وهذا يحتاج إلى صبر وجد وليس فقط مداعبة لأجهزة الحاسب الآلي أو التكنولوجيا حتى نستطيع أن نسمي أنفسنا مشاهير، وهذا في الحقيقة مشاهير الوهم ومؤثرين الوهم. نحن نريد مؤثرين حقيقيين، نريد محتوى حقيقي، نريد إعلام داعم وليس هادم. وشكرا لكم وآسف إذا أطلت. أستاذ ماجد، أنت تطرقت في الحديث إلى أهمية القوانين في دعم منظومة الإعلام لحفظ المجتمع من أعمال الذكاء الصناعي، كونها من الثورة الصناعية، أنا أسميها الثورة الصناعية التكنولوجية، أيضا للحد من وقوع الجرائم والحفاظ على المجتمع، أيضا حماية الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع من الجرائم، الأمن المعلوماتي، وبالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية. أستاذ محمد، هذه أعتقد من أهم النقاط اللي أثرتها في حديثك، واستجدت أيضا في هذا المحور من خلال الأيام الثلاث اللي أدرت فيهم جلسات محور الإعلام ودوره في ريادة الأعمال والذكاء الصناعي والتكنولوجي. دكتورة هنادي، هل بالإمكان أشوف باقي المتحدثين مثل الدكتور محمد أو الأستاذ جمال؟ أستاذ جمال موجود ظاهر معانا على أعتقد الشاشة. معنا كان ما أنت أستاذ ماجد، أستاذ صادق أعتقد اعتذر، دكتور حميد اعتذرت، ومكانه كان الدكتور علي. الأستاذ علي، ما أدري هل عملوا سويتش، ممكن أشوف باسم محمد معنا، لو بس تبلغني الدكتورة هنادي أنا بانتظارها قبل أن أعطي الحديث. أنا خلوني على ما ترد الدكتورة، خلوني أعمل معاكم شير توصية أنا صراحة حاب أني أقدمها في هذا المؤتمر الجميل الزاخر بالنخب. أنا عارض معكم الحين موديل جميل واستخدمته في أكثر من برامج في الذكاء الصناعي، وهو أحد مستهدفات لرواد الأعمال. هذه نصيحة مني أيضا في المجال الإعلامي، كون أن المحور يهدف إلى المجال الإعلامي. أنا أنصح تعدد وسائل الإعلام أن ينظروا إلى الاستراكشر، الهيكل التنظيمي لهم، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، باللجوء إلى بدل الهيكل التنظيمي التقليدي إلى ما يسمى الأجايل استراكشر، وهو خلينا نقول نظام هيكلي هجين، بحيث أن الموظف باستطاعته القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد أو في وقت أقصر. بالإضافة إلى الناس، عملية تطوير الناس people الموظفين، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعلم وباستخدام وسائل الإعلام المتعددة وخاصة الحديثة منها. كما لا يسعني أن ألغي أيضا الإجراءات وأهمية مراجعة الإجراءات من خلال وسائل الإعلام المتعددة، وهذه الإجراءات بإمكانها التطوير، أو هناك فرص جديدة في التطوير من خلال استخدامات الذكاء الصناعي، ومنها يمكن أن تحصل عملية الكنترول، التحكم في حال وقوع أو اختراق أو في حال تفادي وقوع الجريمة. الذكاء الصناعي بإمكان وضع برامج في الذكاء الصناعي في وسائل الإعلام المتعددة لمنع وقوع هذه الجريمة، مثل المشاهد المخلة بالآداب، أو حتى ممكن إغلاق أو فتح بعض الكلمات أو المحتوى الذي لا يليق بالقيم أو الإنسانية بشكل كامل. وبما أن هذا المؤتمر خليجي عربي، أكيد أن قيمنا الإسلامية وتعاليمنا وتقاليدنا بإمكان استخدام الذكاء الصناعي في منع هذه الأمور على مجتمعاتنا. أستاذة هنادي، أنا أتمنى أني أيضا غطيت بعض الدقائق إلى أن تجدين من هو المتحدث القادم في هذا المحور السابع في دور الإعلام في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال
والذكاء الصناعي. أهلا مرحبا، مساء الخير جميعا. تفضل استاذ جمال، تفضل استاذ جمال معنا. أول شيء أرحب حياك الله، بالسادة واسف المشاركين. اني ما حضرت، اسف اني ما حضرت السيره الذاتيه من قبلي لان اعتذر احد الاخوان، فاتمنى تقديم نفسك، واكيد انت غني عن التعريف. نعم تفضل نعم استاذ جمال، لك المايك شكرا أول ولك شيء، حق. وشكرا للضيوف المشاركين سواء أول أمس وأمس واليوم. كانت الحقيقة الأطروحات المقدمة من السادة المشاركين كانت جدا رائعة وثرية، وآخرتها كانت ورقة الدكتور ماجد قاروب. الحقيقة أثرى هذا الجانب من ناحية قانونية وخبرته، أعطانا العديد من المفاتيح التي يجب أن يعتمدها رواد الأعمال والمبتكرين في حياتهم. خلينا بس في البداية، طبعا احنا اليوم تجمعنا هذا استثنائي طبعا للعقول المبدعة والقادة الرائدين في مجال الابتكار وريادة الأعمال. طبعا من دواعي فخري أن أجتمع يعني هنا في دولة الكويت، البلد الذي يتفاعل دائما مع الابتكار ويسعى لتحقيق التقدم والتطور. طبعا في هذا المؤتمر جمعتنا الدكتورة هنادي المباركي المؤسسة لهذا الحدث الرائع، هي من أتاحت لنا هذه الفرصة للتعلم والتبادل والتفاعل. دكتورة هنادي المباركي يعني الحقيقة لم تقم فقط بتجميع الممارسين العمليين والحكومات والعلماء والأكاديميين وصناع القرار والمؤسسات التمويلية والباحثين والخبراء، بل أيضا قادتهم في رحلة نحو أفضل التطبيقات العملية الناجحة والرؤى المستقبلية المتعلقة بالابتكار والإدارة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي. طبعا نشكر أيضا كل القائمين على هذا المؤتمر الذين عملوا بجد لجعله نجاحا، إنهم الذين يجعلون هذا الحدث مميزا ومثيرا. نتطلع إلى استمرار التعاون والتفاعل والتبادل في سبيل تحقيق مستقبل أكثر إشراقا وابتكارا. خلينا أستعرض هنا بس ورقتي عن دور الإعلام في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال. في عصر التحولات السريعة طبعا والتطورات المتلاحقة، يبرز دور الإعلام كعنصر فاعل ومؤثر في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال. يعد الإعلام اليوم طبعا جسر يربط بين المبتكرين والمجتمع، مسلطا الضوء على الأفكار الجديدة والمشاريع الواعدة، معززا لثقافة الإبداع والتجديد من خلال تقديم المعلومات والتحليلات. يسهم الإعلام اليوم في تشكيل وعي عام يقدر قيمة الابتكار ويحفز على الاستثمار فيه. طبعا يعتبر الإعلام أداة قوية لنشر قصص النجاح وتجارب رواد الأعمال، مما يلهم الآخرين ويشجعهم على اتخاذ خطوات مماثلة نحو تحقيق أحلامهم الريادية. كما يعد الإعلام شريكا استراتيجيا في تعزيز الشفافية والمساءلة، مما يساعد في بناء بيئة أعمال صحية تعزز من الثقة بين مختلف الأطراف المعنية. طبعا في هذا السياق يمكن للإعلام أن يساهم في توجيه السياسات العامة والخاصة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال تسليط الضوء على الحاجة إلى تطوير البيئة التحتية التكنولوجية وتحفيز البحث العلمي وتوفير الدعم للمشاريع الناشئة. باختصار طبعا يعد الإعلام حجر الزاوية في بناء منظومة الابتكار وريادة الأعمال، حيث يعزز من الوعي ويحفز على الإبداع ويساهم على تطوير الاقتصادات والمجتمعات. على سبيل المثال في السعودية طبعا تضع الحكومة الابتكار وريادة الأعمال في صميم رؤية 2030، وهذا احنا يعني ما نختلف عليه. الإعلام السعودي يلعب دور محوري في تسليط الضوء على البرامج والمبادرات الحكومية التي تشجع على الابتكار وتدعم رواد الأعمال، مثل برامج البحث والابتكار ومبادرات تطوير المهارات. طبعا هذا الشيء يعني هذا اللي دفعها الحقيقة نحو تحقيق المزيد من يعني المراكز المتقدمة في كثير من الدول العالم. الإنفاق على البحث والتطوير طبعا في عام 2022
بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في السعودية أكثر من 19 مليار ريال و200 مليون ريال، مسجلا ارتفاع بنسبة دكتور جمال، 30. انا اسف على المقاطعه، ولكن اعتقد انت ودك تسوي شير على السكرين، لانه مو واضح ولا شيء على الشاشه. والله هل التقنية بامكان؟ هي يعني أنا كنت أرسلت الورقة هذه للدكتورة، ولكن من عند ما بتعمل تقنيا الحقيقة في خلل. خلني اذا في خلل خلاص كمل كمل دكتور. حاضر. في خلل، أي نعم. طبعا مسجل ارتفاع بنسبة 32.7% مقارنة بعام 2021. الهيئة العامة للإحصاء أكدت أن هذا الارتفاع يعكس التزام المملكة بتعزيز قدراتها في مجال البحث والابتكار. بالنسبة لريادة الأعمال والابتكار، المملكة تسعى لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار من خلال رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والابتكار. الهيئة العامة للإحصاء أيضا أشارت إلى أن المملكة حققت تقدما في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023، حيث ارتفعت 18 مرتبة لتصل إلى المرتبة 48. المبادرات والدعم، طبعا الحكومة السعودية بتدعم ريادة الأعمال من خلال عدة جهات حكومية، بما في ذلك وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. هذه الجهود طبعا بتساهم في تطوير بيئة محفزة للابتكار وتعزيز تأثير المملكة على الساحة العالمية. في المجموع طبعا المملكة تعمل بجد لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، تستثمر بشكل كبير في هذا المجال لتحقيق رؤيتها الطموحة. طبعا عندي فقط توصيات. النقطة الأولى تعزيز الشراكات بين الأعلام والمؤسسات الداعمة للابتكار. 2، إنشاء منصات إعلامية متخصصة تركز على ريادة الأعمال والابتكار. النقطة الثالثة تشجيع الإعلام على تبني ونشر محتوى يعكس أهمية الابتكار والإبداع. الملخص، طبعا الإعلام في دول الخليج يلعب دور استراتيجي في دعم وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال من خلال التغطية الإعلامية الفعالة والمتخصصة. طبعا يمكن للإعلام أن يساهم في تشكيل ثقافة إيجابية تجاه الابتكار وتحفيز الجيل الجديد من رواد الأعمال. هذه كانت ورقة. أشكرك أستاذ جمال على هذا العرض والحديث على أهم النقاط في دور الإعلام، وأنا أعتقد أن دوركم كنخب مشاركة في هذه الملتقيات وهذه المنتديات العربية والاقتصادية، وأنا متأكد من مشاركاتكم أيضا الدولية، هذا دور مهم من النخب، من المتخصصين سواء كان رائد أعمال أو متخصص في الذكاء الصناعي أو في الإعلام، أن يوعي ويشجع لهذه القيم. خلوني أستغل الدقائق القادمة قبل الانتقال للمحور في الاستفادة من خبراتكم أستاذ جمال والحضور معي. أستاذ جمال، دور وسائل الإعلام الحديث، إحنا تطرقنا إلى القيم والقوانين، ولكن بالأخص في وطننا العربي في الحفاظ على القيم والتراث، وتطرق بعض الأخوة أيضا في استخدامات في الحفاظ على التاريخ في استخدامات الوسائل المتعددة للإعلام، ما رأيك؟ هل إحنا في هذا الصدد كدول عربية ماخذين هذا المنحنى في هذا الاستخدام؟ وشنو والله هي الجهود توصياتك في الحكومية، هذا الجانب؟ نعم طبعا الجهود الحكومية دائما متوجهة لدعم الابتكارات ورواد الأعمال وأيضا المخترعين. الجهود الحكومية يعني الحكومية متوجهة إلى هذا المجال، ولكن للأسف الشديد المجتمع يعني يصير في عكس هذا الاتجاه. اليوم أنت لو تلاحظ، أنا الحقيقة لفت انتباهي خبر أمس قرأته أن الصين بدأت تفرض غرامات مالية على المشهورين المؤثرين في مواقع التواصل، اللي يعني يتباهى
بحياته الشخصيه في مواقع التواصل، يعني يصور هو بياكل، هو ماشي، هو يتفرج، هو يلبس ملابسه وزي كذا، فصار بتفرض غرامات على اساس انه هذه الحياه الخاصه بالنسبه للمشاهير هي حياه خاصه لهم هي، وليست لعامه الناس انك انت تستعرض بها امام الناس، وبالتالي بدات تفرض عليهم غرامات او عقوبات. انا اشوف، انا اعتقد اليوم المجتمع العربي بحاجه الى ابراز شخصيات حقيقيه المؤثره فعليا، وليس يعني زي ما قال الدكتور ماجد، يعني الشخصيات التي ليست لها قيمه في المجتمع سوى يعني احنا نساهم في ابراز التافهين، يعني مع يعني اعتذر ان استخدم كلمه التافهين، ولكن هذا ما يحصل الان في مواقع التواصل، انه احنا بدانا نرفع من قيمة ومستوى هؤلاء المشاهير في مواقع التواصل، ونهمش الأشخاص الحقيقيين المؤثرين بالمجتمع. يعني كل هذا مطلوب من الإعلام، تصحيح الصورة وإبراز الأشخاص الحقيقيين، الأبطال الحقيقيين الذين يستحقون مننا كل الاهتمام. نعم أحسنت دكتور، سجلتها في واحد من أهم التوصيات، عرضك للتجربة الصينية في فرض قوانين على مؤثرين السوشيال ميديا، بالإضافة إلى دور هذه الحكومات في تطوير منظومة القوانين. وأنا أعتقد أن دور الإعلام الحديث بوسائله المتعددة محتاج مواكبة هذه القوانين لهذا التطور التكنولوجي الذي ممكن استخدامه استخدامات سيئة، ولكن بالتأكيد بإمكان توجيه الحكومات في هذا الملتقى وهذه التوصيات من خلال كلماتكم، أن أحد أهم التوصيات هو إعادة النظر في منظومة القوانين والقرارات التي تخدم رواد الأعمال والمبتكرين، ونخلي المجتمع يتوجه أنهم هم البارزين في المجتمع من خلال انخراطهم في هذه المشاريع. أنا شايف دكتورة هنادي، أعتقد الموضوع مثير لها وودها تتداخل معنا. دكتورة هنادي، نشكر دكتور جمال وأستاذ ماجد على مداخلتهم في محور من أهم المحاور تم إضافته حديثا لمؤتمرنا، وهو دور الإعلام في إبراز العلماء والمخترعين والمبتكرين. في أحد الاجتماعات مع يعني مسؤولة من مصر، لما دعيتها إلى مؤتمرنا وبعدين بحثت عني، قالت انت وينك؟ يعني احنا قاعد نتواجد في المعارض الدوليه ونتواجد في الملتقيات، فما كان يعني لك اسم في هذا التاريخ. فلما افصحت لها ان اولا انا يعني اطلقت مبادرتي 2020، لا يعني ان انا اعمل في المجال 2020، وإنما هذا اللي بينته قبل شوي في العروض التقديمية وفي خلاصة كتبي، فكانت المبادرة هي خلاصة التجارب مالت يعني 30 سنة وأنا أعمل في هذا المجال دون الظهور الإعلامي. ووجدنا نفسنا إن إحنا مقصرين في حق نفسنا، لأن الإنسان المنتج والإنسان المميز يفترض أن تسلط عليه الأضواء، وليس الإنسان التافه، الإنسان المتسلق، الإنسان الذي يتغذى على يعني على الآخرين. هذا يعني شيء بصراحة أنت لمسه في الأماكن، تجد ورش كثيرة ومحاضرات كثيرة وندوات كثيرة، وعندما تسأل عن المحاضرين من هذا؟ ماذا فعل؟ ماذا قدم؟ تلقاه تكلم لك 4 ورشات، ليس لديه الثقافة العميقة في مجال التخصص، ليس لديه حتى مهارات التحدث. تجد إنسان بسيط، أعد له شوية محتوى، يعني ووجدتهم هذه أنا على طول يعني نكتشفهم، بالذات أن أنا بعد من النواحي الأكاديمية عندنا طلاب كثار وعندنا
ومحكم دولي ومتحدث دولي، ولدي باع طويل ولدي علاقات الدولية، ويعني اللهم لك الحمد. بس على هذه الأستاذة قلت لها والله بصراحة إحنا مقصرين في حق نفسنا، لأن إحنا ما نشترك في كل المناسبات وفي كل... أول شيء لانشغالنا أولا، ثانيا إن إحنا نحط يعني سلسلة من الأولويات. يعني أنا ما يصير خلال أسبوع أكون مشتركة في مؤتمر في لندن وفي أمريكا وفي إسبانيا، يعني هذه يعني شوية فيها نوع من أنواع يعني الصعوبة. أما بالنسبة لموضوع السوشيال ميديا والتسويق عبر السوشيال ميديا، نجد للأسف وكل الأسف الأجيال الذكية تتجه نحو التافهين المؤثرين يعني إعلامياً بتفاهاتهم، ماذا يأكلون، ماذا يشربون، ماذا يلبسون، ماذا يؤدون، كيف أنهم يعني يستخفون بالعقول العربية ويستخفون بالعقول الخليجية بتفاهاتهم، وتجد المتابعين وراهم طوابير. شيء بشيء يذكر، دخلنا إلى في أحد المؤتمرات، دخلنا إلى هؤلاء المؤثرين وطلبت بكل صراحة يعني، وطلبت بكل إيجابية وكل يعني احترام انهم يعلنون عن المؤتمر. يعني قلت ان انتم وراكم يعني ناس كثيره، قد اصحاب الشركات الناشئه واصحاب الافكار الرياديه، لما تعلنون يعني منكم يعني يزيد عندنا التسجيل ونحصل على مجتمع يعني طيب يحضر لهذا الجهد المجاني. ماذا كان الرد؟ كان الرد ان باذن الله سوف نعلن عن المؤتمر، وتم التواصل معي من قبل الفريق أو الأشخاص اللي معاهم، وطلبوا 5000 دينار، طلبوا 5000 دينار من أجل فقط أن المؤثرين أو أصحاب السوشيال ميديا يعلنون أن المؤتمر سيكون في الدولة الفلانية في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية مع بوست المؤتمر. لما سألت يعني ليش 5000 دينار، يعني أنا مستعدة أدفع مبلغ بسيط مقابل يعني أن احنا نسوي تسويق عبر المؤثرين، فقالوا لي انت تتحدثين عنا، احنا نعد يعني من كبار المؤثرين، ولدينا شركات ولدينا موظفين، ونود من الاعلان مالك هذا ان ندفع لجميع الموظفين اللي عندنا. فيعني انت ما تعني لنا شيء صراحه ان نعلن عن مؤتمر. قلت له هذه خدمه للمخترعين والمبتكرين، والله رفضوا الموضوع، واحنا كذلك رفضنا أن ندفع 5000 دينار مقابل إعلان تجاري بسيط لا يتجاوز الدقيقة أو الدقيقتين لنعلن مجانا عن هذا المؤتمر. فنفس ما تفضلتوا يعني دور الإعلام دور مهم وفاعل، وكذلك يعني نشدد على يد الإعلاميين عندما يختارون المتحدثين ويختارون يعني يبحثون كذلك عن تاريخهم، ويبحثون عن خبراتهم، ويبحثون عن السيرة الذاتية لهم، لا يستضيفون أو يتعاملون مع أشخاص بسيطة تدلي حتى في بيانات مغلوطة. يعني قد تصلني بيانات لناس تم مقابلتهم في السوشيال ميديا وأجد أن الكلام اللي قالوا عن الموهبة والإبداع كلام مغلوط، يعني لا يستطيع الإنسان أن يعني يوافق عليه، ولكن لا تستطيع أن تصل لهم وتصحح لهم. فلذلك يعني نشد على يد الإعلام بأن يستقطب المؤثرين الحقيقيين الذين يؤثرون في المجتمعات تأثيرا إيجابيا، ويرتفعون بالدول الخليجية، ويعني ويرتفعون بالدول العربية من خلال عطاءاتهم ونجاحاتهم وتمايزهم ورؤاهم المستقبلية وتطبيقاتهم الناجحة. شكرا شكرا جزيلا دكتور حسن، أعطيتني هذه الفرصة أن نتكلم عن شجون الإعلام. شكرا شكرا دكتورة هنادي. أنا أعتقد الآن دكتور جمال قريبين، ودكتور ماجد، أي قريبين من نهاية الجلسة، ودي أسمع كلمات ختامية من الدكتور جمال والدكتور ماجد. دكتور جمال عندك كلمة ختامية؟ أنا أعتقد دكتور جمال النت عنده مشكلة. دكتور جمال إذا تفتح المايك. طيب أنا سأدخل في الخط. حقيقة أشكر الدكتورة هنادي، أشكر الدكتور حسن على إدارة الجلسة،
حقيقة نعم، أتفق معكم في أن الإعلام، نحن نحتاج إلى إعلام يبني ويساعد على البناء، يحمي المجتمعات، يحمي الاقتصاد، يحمي الأوطان، ويعزز من اللحمة الوطنية الداخلية والخليجية والعربية والإسلامية. نحن نحتاج إلى هذا التكاتف، نحتاج إلى إعلام هادف، نحتاج إلى مؤثرين ومحتوى حقيقي إيجابي، ولا نحتاج إلى الإعلام الذي يضر بالأوطان ويضر بالأشخاص. وهذا أساس التشريعات الخاصة بالإعلام وبالاقتصاد، وتعزيز مكانة السلطة القضائية واحترامها، وسيادة القانون واحترامه، لأنه بدون سيادة للقانون من خلال تشريعات واضحة ماني ومؤسسات سامع، واضحة، لا ما يمكن في صوت. لأي قطاع من القطاعات أن تنمو وتزدهر، أو حتى أوطان وشعوب. وهذا حقيقة ما يمكن لي أن أختم بورقتي بتكرار وتأكيد الشكر والاحترام والدعوات بالتوفيق والسداد والنجاح للجميع إن شاء الله تعالى.